السلام عليكم سي جيري، مرحبا بك عندنا الجامع ابن خميس. اليوم قبل كل شيء، قبل ما نبدأ، بغيت نهنيو صاحب الجلالة الملك محمد السادس على قرب رمضان المبارك السعيد، والسلطات المحلية وغير المحلية، وخاصة قائد المقاطعة الأولى. و كنقضي مزيان محمد الخميس نهار خديش الحمل للتبرع في جنين الجمعية زي وجدة، بالتنسيق مع السلطات المحلية كنجمع إذا من. ونتمنى ان شاء الله المحسنين والمحسنات المتبرعين هذا السنة. والسلام عليكم. وكنشكروا وزارة الصحة ومندوب إقليمي لوزارة الشؤون الإسلامية والمجلس العلمي وعلى دعمهم للحملة. والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم ممرض من جمعية المتبرعين بالدم وجدة. ارتأى المركز الجهوي لتحقن الدم بوجدة أن ينظم جمعية بالمساعدة مع تنسيقية الحياة والمساعدة مع وزارة الشؤون الناظور. الحمد لله الحملة سارية في أوضاع جيدة، نحن بصدد الوصول إلى عدد أجهد من 40 متبرع، ونتمنى إن شاء الله مع آذان المغرب يجيو متبرعين جدد. نتمنى إن شاء الله يفوت كل شيء على أحسن ما يرام.